بجانب بنزل والجماعه متغلبين يمسكوها، اتمنى نعرف نمسكها. يلا هاي مزبركها منيحه ابراهيم ولا فالح؟ يلا تفضل. هاي تام هي قاعد عند ابوي عند ابوي عند ابوي انا ابوك هي سكت سكت وينها وينها يعني جوا حي فلسطين وين جوا ولا جوا هذول اسمع شوي بتبخ استنى شوي اسمع اسمع وين وين الكشافات واو هلا اسمع هلا بدي بدك تشرب من القاد بدي بدك تشرب من القاد هلا بده كيم يا حبيبي كله ارجع 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 خلي الجمال ابراهيم خلاص يا ابو ابراهيم شو شوفها وين ما هي داخل جوا هذول بكت تبيخ اسمع الصوت بس هاي بكاع العنبة بس ابعد شوف ارجع يا بطة تتبيخ بطة تتبيخ هاتت لا بطل صوتها بقى عالي وين بقى صوتها هان؟ طب بدنا تشرب قد دير بالك معنا هذا بده كيم ابو اياد صعب بدنا نكيم هذا كله اللي نطلعها بقول لك لازم نكيم هذا يا هلا الفاضي خلص كنا نسوي هيك وكشف يا جاي احكيت عربي لا وانت هذيك هي بتتخبى جوا هذول كيف اسبانيولي قبل 4 طول روحك حرتها ابعد شوي اهدى شوي انا متاكد انها اصبر ايوه انت تفكر انها متخبى تلف حالها مساء الخير هاي مساء الخير مساء الخير هذا هي بتلف حالها بركي بنفرها هنا في المحل اصبر وبنسحب المواسير بدها هذا كله بدنا نسحبه ونطلع برا لازم نطولها لازم نطولها اعتقد انها سامه هاي نعم بقول لك اعتقد انها سامه عشان هيك لازم نطول ارجع ابعد ما في شيء ما كل فتت جوا مصورة اه بصير شو المشكلة شفت على مصورة عبود اجا ابراهيم استنوا استنوا ابعدوا هذول خاطر تجيب لك كثير تعرف كيف تجيب بدك ترفعها وتديها هديه ابعد ابعد ابو ابراهيم ابعد وجاي يا زلمه انا بدي اشوف حط ايدك جوا المواسير ما بشوفه وانت عندك سامي ابعد ابعد يا سامي شيلوا هذا من فوق ارفع تحبش تحبش ايوه وهي كتفه جوا هاي 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 شوفي عليها يعني. قبل حتى البسه بس اسمع اسحب 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 شوي في منفذ من هنا سبع سنين شدت من عندك دخلت جوا الصبرا ما هي الصبرا مفتوح ولا لا من عندك خالص اذا مفتوح دخلت هاي عايشه في الصبرا هنا بس في الصبر لازم نتفرغ لا بلاش تبقى بس من النوع السيء عزل الموسير عزله هذا حديد لاس يا الله
صبر شوي زين او تعال لي يا رب يا رب كل مرض كل خبط في كبش وها بكت لحد ما جينا ابو يا نعم لحد ما جينا بكت كذا يجي ما يصير السؤال اسمعي شوي هذا في مواسير وين جاب حافي شو بتدور حي صغير ولا كبير تنفخ نفخ زين اسمعني بوز سمع حصول خمر اسحب 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 استاذ اسحب ايش بك جوا صوت بلاش في شيء ايش في لا لا بس 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 روح بس 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 مفتوح يا حمود من عند الصبر مفتوح بس بجوز تحكم الشارع خلينا ومنها اسمع ومنها اذا المره الجايه تعرف تذكرها هاي في انا خزوق هاي في انا خزوق تطلع منها اه تدخل فيه بس خلينا نجرب بجوز تبقى لسه مش طالع مش مش في فاضي عليه ها بصير هيك خليني اطلع هيك هذا عشان لا عندك خذ لا عندك اسحب هيك على الفاضي استنى 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 انا بكش اسحب واحده واحده بس كيمو بعدين لو عصيت شنطتك ولا لا يا جماعه خلينا لا بتخبى هاي الجوال بتخبى اسحب اسحب بس اسحب الله حلم يا جماعه هي وينها هي فلسطين سامه جدا ابعدوا عنها ابعدوا عنها ابعد عنها ابعد عنها ابعد عنها هذه الكشاطه هذه الكشاطه ابعد عنها هذه الكشاطه استنى خلاص طريت اسكتها يلا لا اوعى تكرسك راح تكرس هذه الكشاطه بسرعه الكشاطه مع مين العصاي خربانة يا ابراهيم الزلمة هات كشاطة سيطر لي عليها بالكشاطة خلص سيطرنا عليها امسك الضوء امسك الضوء ازلاش العصا جايبها هاي خلص ابعدوا لقاعد ابعد لقاعد خلص هم سيطر عليك شو قلت لك لا بدك تقتلها قتلت مش قتلها والله سامر يا زلمة قسما بالله شو بقول لك اني عارفه شو قلت شو قلت لك والله يلا يا فلسطين هاي قصاد خلص يمه خذها مولى ابراهيم طلع طب السبسيه زمان قلت لك العصايه هاي خربانه هو عاوز يضرب حي فلسطين طب ما فيش معنى عصي لما بخيتها انا سبب بخيتها ولا خلص من اول لقطه يا زلمة عندي كد هاي أربع مرات ماني شفت عندك هي الطول لا عندي حياة سام من نوعها اختر حية هذيك الأولى أطول عذبتيني والله أنا مش أبو هيثم أقسم بالله هي أطول يا نضال سام من نوعها أنا كنت نعوذ أنا كنت سام طلع سام هاي شاف الأصفر هذا شاف هاي نقطة اضوي هان وين اضوي هان شاف نقطة السم هاي السم ابويا هاي شايفه اشوف يا ميا السم وانا بقول لك هاي النقطة اسمعي حدا يحكي هاي النقطة تطفي العشرة
اما انا قلت خلاص لو عندك ساس ما بقول لك شف غاد اقسم بالله كتب هذه زبده يلا اعطوني شو نحطها فيها حمودي هذه زبده على الشجره بقلاويه بجوز ايوه بس برضه